السلام عليكم البنات اهلا وسهلا كي دايرين لاباس عليكم بخير شخباركم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو جديد معايا ونهار جديد الغزالات نبداو ديما على الصلاه على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الغزالات ديالي الميمات الغزالات الميمات الكبيدات كلكم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بالف خير وعواشركم بروكه يدخل عليكم هاد رمضان بالصحيحة والسلامه وطول العمر الغزالات ديالي وبالرزيق يا ربي الله يسهل على اي واحد وشكرا لكم على الكومونتيرات الغزاني اللي خليتو ليا والبارح البنات الله يحفظكم ليا يا ربي شكرا البنات الغزالات ديالي آه البنات بديت معكم آه واخيرا غادي نصوب معكم سلدو البنات سمحوني البارح ما حطيتش معكم والله ما ساليت البنات لان سلدو البارح صوبته وما ساليش باش نحط معاكم فيديو عندي جوج فيديوهات مصورين قبل ما نصاوب هكذا سلو البنات وما هكذا باش غادي نمونطي معاكم وصافي البنات مع راجلي جا من السفر وكاين في الطار ما قدرتش اختي نمونطي ولا نهضر ولا ندير شي حاجه والمهمة المهم البنات آه دابا جيت نمونطي معاكم وزربانه زربانه باش غادي نمشي ان شاء الله نصاوب هكذا الشباكيه ان شاء الله هنا كنوريكم البنات كنصاوب العسل البنات راكم عارفين الطريقه ديال العسل هنا كنحمر البنات في الكتان في الجنجلان في يلانا البنات حبه حلاوه في هاد كوكو هذا البنات راه كان في النص ديالو كان في السخون النص كيبقى المهم البنات بالنسبه للعسل البنات راه شاركتو معكم تما البنات في الكوكوت راه درت جوج قوالب هكا ديال السكر ودرت البنات كل قالب كيهز يطرون نصر البنات ديال الماء آه كل قالب كيهز كندير انا يترون نصر البنات المهم كندير كل قالب فيه يطرون نصر المهم تما درت البنات آه جوج قوالب هكا ودرت فيهم جوج جوج قراعي ديال الماء البنات المهم يطرو على يطرو كيتسمى جوج يطرو مهم يطروا ما مهم ما عرفتش ما عرفتش ما نحسب ليكم المهم البنات كل قالب كيهز لي ترونس راني يعني فايته شاركتو معاكم وحطيتو البنات في القناه دابا كنصايبو البنات كنوجدو هكذا وهنا وهنايا البنات كان سوس كنفض هاد الكاوكاو هذا حتى هو باش غادي نديرو ان شاء الله يتحمر البنات في الفران غير سمحوا لي البنات والله الا مضغوطه هاد العام ما عمر وقع لي بحال هكذا ديما كان مهم كان واحد العام وقع لي هاد بحال هكا ما بكري والله يلا فرم كنت كنشاركوا معكم كان كنصايب الفطور وأنا كان نقي وأنا كان دير وأنا مهمة البنات كل واحد الله الله يسهل له أمره عقلي كاين كتكوني معول على واحد الحاجه كتسدي معطله المهم البنات صوبتو الحمد لله واليوم راني كنصوب هكذا غادي نصوب ان شاء الله الشباكيه وغادي نشاركها معكم ان شاء الله غير سمحوا لي البارح بغيت نحط معكم فيديو اخر كنت مصوراه البنات ولكن ما ساليت باش نمونطي والله ما ساليت صافي الطريقه ديالي البنات ديال الكاوكاو ما كنقليش انا في المقله كندير بحال الطريقة هذه كندير الزيت وكندير كاوكاو كنكثر هكذا شويه واحد بحال هكا نص كاس البنات ماشي كندير غير شويه صافي باش ما يجيش ناشف راه كاوكاو كيبغي يجي هكا في السلو كيجي يجي شويه فيه هكذا الزيت المهم انا البنات كندير له بحال هكا كيجي شويه هكا صحي صافي كندير له الزيت البنات كندير له دعاء آه، الله البنات الى الصداع في البيت انا جيت للصاله هربت للصاله <applause> ما ساليت باش نمونطي معاكم والله البنات وخصوصا ملي كيكون راجلي ما كنقدرش نمونطي معاكم حيت عندي الدار ولا هضرت ولا شي حاجه كنحشم البنات نهضر قدامو صافي والله الا هذا الشيء اللي كاين الغزاله ديالي هنا كنحرق في الطحين البنات المهم وريتكم الطريقه البنات اللي كندير هكذا المهم الطحينه البنات طحنت هكذا أه كنحرق البنات انا مشيت مع الطحين يا اختي أه بالنسبه للدقيقه البنات راني حمرته المهم آه كل كلشي هذا النهار هذا البارح البنات درت كلشي شنو البارح البنات البارح السبت كلشي درتو نهار السبت كلشي حرقت الدقيق آه بديت بديت تنقي لقيت البنات هذاك النهار في راه كنت صورت لكم البنات في واحد الفيديو صورت لكم راني كنقي ولكن باقي ما مونطيتوش ان شاء الله نكمل هاد التحضيرات ديال هاد العواشر هادي ديال رمضان ان شاء الله ونحط معكم فيديوهات ان شاء الله نسالي باش نمونطيهم البنات صافي هنا جبت هاد الزيت هذا ديال نور الشمس سميتو ويلور المهم هو اللي باش غنخلط البنات وهاد العام ما كاينش عندنا ما كاينش عندنا هكذا الزيت البلديه صافي الغزاله ديالي صافي قلت غادي نخلط بهاد هاد الزيت نوار الشمس راه نباتي البنات راه زوينه هي باش غنخلط بها المهم البنات كنخلط كنت عام الاول خلطت بعافيه واحد العام خلطت بعافيه عام الاول ما درتوش البنات ما درت البنات ايوا صافي هنا الجنجلان هنا درت واحد شويه ديال الزيت غادي يسخن وغادي نضيف عليه هاد نص ديال الجنجلان اللي خليته البنات نصو طحنتو ونصو راه خليته هكذا ما طحنته ما حتى شي حاجه هكذا هي الطريقه انا ديالي المهم راه حمرتو في الفرن وهنا كنسخن واحد شويه ديال الزيت وكنرميه فيها البنات بحال غير كيتقلى كي فيه شويه كنخلي الزيت حتى كتسخن البنات عاد كنرمي فيها هاد الجنجلان عرفتي هاد الطريقه البنات كيجي الجنجلان مقرمل وكيجي حتى ف حتى في كيجي كي, كي مقرمش البنات فهمتوا المهم كندير الزيت هكا تسخن حتى أه كتسخن البنات عاد كنرمي فيها الجنجلان صافي كنحرك صافي وكنطفي ما كنخليش هكا يتقلى فيها ولا شي حاجه المهم داك الزيت سخونه راه كيبدا يتقلى هنا القوامه البنات كلشي هنايا يلان آه حبه حلاوه لا حبه حلاوه غادي نديرها المهم هنايا طحنت الجنجلان وطحنت يلان وطحنت آه زرعت الكتان وكوكو واللوز البنات هروشتو حتى هو صافي خليت واحد شوية هكذا غنرميهم طروفة واللوز البنات راه ما صحقتوش أنا غير هروشتو البنات ما بغيتوش هكدا يجيني يجيني ما كنبغيش انا البنات سلو يكون كل شيء فيه مطحون فهمتوا آه كاوكاو طحنته هكذا شويه مزيان واللوز هروشته البنات صافي ها هو الزيت سخنتو شويه الزبده آه جبت نص كيلو ديال الزبده البنات راني ذوبتها الجنجل اللي شاركت معكم البنات القوامه نتوما ما غادي نخلط المهم غادي نخلط ونشوف داكشي اللي خاصني اللي غادي نزيد المهم سخنت واحد شويه ديال الزغي سخنته البنات ماشي دف... ماشي آه سخليتو هكذا سخن 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 بزاف صافي البنات غير سمحوا لي كنمونطي زربان زربانه يا اختي واحد جانا ما خلاتنيش انتما كتلعب في الكره وكتضرب جانا المهم الغزاله ديالي هنا غنخلط معكم دابا سلو هنا راه درت الدقيقه البنات العادي اللي عندي في الدار ما, ما درتش ما درتش القمح البنات ما درتش الفورص درت الدقيقه داك اللي كنشارك معكم ديال الدار البنات حرش وجبت كيلو البنات ديال القمح الكامل درت كيلو ديال القمح الكامل البنات هنا درت حبه حلاوه هنا واحد الزلافه هكا صغيره هنا كنحك في الكوزه البنات درت يلان راك شفتوني رميتو وصافي وغادي دابا هنايا كان اه هنا اه اه طحنت البنات ديك اه سميتها اه سميتها هي البنات مسك الحره البنات اه مسك الحره طحنتها مع واحد شويه سكر كلاصي وغربلتها صافي البنات كيف قلت لكم هنايا راه درت المسكه الحره غربلتها البنات هنا غندير واحد الكوفيه البنات غادي غير ندير نصها ما نديرها كامله غندير البنات غير نصها صافي وغادي نرمي دابا القوام ديال قوام هكذا ديال اللي طحنت البنات الجنجلان كاوكاو اللوز كلشي غنطحنوا البنات كلشي غادي نكبوه هكذا في في البانيو صافي هنا غادي نغربل السكر كلاصي حتى هو غادي نغربلو وصفي وغادي نخلط هكذا حكدا وندوق ندوق هكذا ندوق البنات وجحلو ولا ولا ناقص ولا هذا هنا غادي ندير واحد ربعه المعالق ديال القرفه البنات غادي نغربلها لان كيكونوا فيها دوك الحجيرات ضروري البنات انا غادي ندير هنا شي ربعه المعالق البنات اللي غادي ندير ديال القرفه صافي وهنا غادي ندلك مزيان القوام مع مع الدقيق ومع داكشي يدخل يعني كيكونوا كي محبين وداكشي ندلكهم مزيان نقطع سمعكم معكم غادي نقطع حتى دلكت البنات مزيان مزيان عاد هكذا غادي نبدا ان شاء الله عاوتاني ندير ندير في الزيت البنات المهم هنايا ديك الكاسرونه ديال الزنجلان آه اللي درت معكم في الزيت البنات آه هنايا درت داك الروحه البنات اللي قلت لكم داك الزهر داك القرعه الصغيره البنات ضروري انا كنديرها في السلو وكنديرها في الشباكيه البنات صافي دابا غير غير بناتي كي كيماطيو ليا صافي هنا جلست اللارض يا اختي <تصفي> صافي غادي نجلس ندلك هاد هاد السلو هذا هاد السفوف المهم كل اللي كيقول سلو كاين اللي كيقول سفوف صافي دابا غادي ندير الزيت غادي نبقى نكب شوي بشوي حتى نشوف داكشي اللي خاصني وندير ضروري وضروري البنات الملحه ضروريك تغمس الملحه عرفتي حتى بديت كنخلط وقلت لبنتي اري ليا الملح صافي الغزاله ديالي دابا غادي نبقى ندير ونلوح نبقى ندير في الزيت بشوي بشوي ونشوف المهم يم... انا راجلي ما كيبغيش ليا ما كيبغيش هكذا مزيت بزاف يعني معلك يكون هكذا سلو معلك كيبغيه ما بين وما ما بين ناشف ما بين هكا المهم كلشي في الدار تا بناتي ما كيبغيوش ليا داك سلو يكون هكذا يعني معجن فهمتوا ما كيبغيوش ليا ما كنديرش البنات العسل كندير سكر كلاصي فقط ماما الطريقه ديالي ديال سلو اولا لصفوف البنات صافي هنا كنبقى ندخل كنبقى ندخل هنايا ف كنبقى ندلك وكنشوف المهم غادي غادي تسالي ليا ديك الكاسرونه اللي كنت سخنت اللي كنت دفيت البنات ودابا غادي نبقى ندير غير من البيدو المهم البنات الا بغيتو تخلطوا سلو ديالكم وما عندكمش الزيت البلديه خلطوا بالزيت تكون نباتيه كاينه عافيه كاينه نور الشمس المهم هادو ملي عارفه انا بعدا هادو هما اللي عارف آه سمحوا لي البنات قطعت معاكم راه جات جانا كتغوت والله الا كان مونطي معكم وغير سمحوا لي على هاد الفيديو هذا وصافي كان مونطي معكم وانا زربانه وما خليتنيش صافي البنات هنا كندلك في كندلك هكذا في, الصفوف ديالي أن مهم هادو صافي حبست البنات ما بقيتش كندير البنات الزيت صافي هكا هك هك بغاوه ليا صافي البنات دخلت فيه داك الزيت كي قلت لكم البنات ما درتش الزيت البلديه هاد العام ما درتهاش البنات واصلا الزيت البلديه الا خلطتيه الصفوف كامل بالزيت البلديه كتولي فيه واحد الريحه البنات آه صافي داكشي علاش ما اصلا ما درتوش غالي البنات ما كاينش وسالي ليا اصلا سالي ليا باقي ما خديتوش البنات سالي ليا هكذا الزيت ايوا صافي هذا هو الطريقه ديال السلو ديالي نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم واخا جات معطله يا اختي المهم آه قيدوها عند العن... قيدوها ان شاء الله رمضان واللي باقي ما دار السلو يدير الطريقه ديالي حيت بزاف ديال البنات كانوا طلبوا مني الطريقه ديال السلو ولكن تعطلت عليكم البنات راه الله عطاني راجلي ديك الساعه تقديت راكم عارفين كل واحد وربي اللي عالم بها البنات وكان كيقول كي لي راجلي واش ندير وكيقول لي بلا ما نديرو وك وهكذا وبغاو ليا بغاو هكذا البنات قلت له المهم الوقت البنات مزيره شويه وكل شيء يعني كل شيء غالي والله يحسن العوانة البنات الله يحسن العوان وصافي الله يسهل على الجامع يا ربي ايوا صافي هنا صافي راه دلكتو معاكم وصافي هنا غادي نجمع الكوزينه شوف شوفو يا اختي شوفوا الروينه ديال اللي كت اللي كتكون والله البنات الا كان شقى وكنغسل كان شقى وكنغسل في الماء يعني هادشي غير هادشي غير من ملي بغيت نخلط السلو غير ال... هذاك الشيء اللي باش خلط السلو وداك الشيء ايوا صافي غادي نقطع معكم دابا كنوريكم دابا في العسل راني طيبت العسل هكذا ديال الشباكيه ان شاء الله باش يصبح لي بارد البنات وغادي نجمع الكوزينه ها نتوما شفتوا راه جا عرفتوا هنا راه درت واحد شويه في الكاسرونه راه باقي كيعقد ايوا صافي غادي نجمع الكوزينه البنات ايوا تا الصباح يت... الصباح هكذا ان شاء الله وغادي نعاود عاوتاني ندلك هذاك ندلك هذاك سلو البنات وصافي وغادي نصوروا معاكم آه الطريقه هكذا المهم نصور معاكم هكذا سلو آه تا الصباح البنات ما تلي تصورتوا معاكم بالليل صباح الصباح عاد عاد والله الا عييت هذا النهار كامل وانا واقفه عرفتي درت الغدا جمعت الدار كان جا راجلي هكذا من السفر راكم عارفين الوقت عامر عامر بزاف والله الا هذا النهار الا دازت عليا ولكن الحمد لله فرحنا الوليدات ودرنا لهم داكشي اللي بغاو والله الا على قبل وليداتنا درنا هذا الشي كامل صافي هنا غادي نمسح الكوزينه كي قلت لكم البنات وغادي نمشي نعس صباح يا اختي غادي نصور معكم التفاصيل ديال سلو اللي جا مقوم يا مهمه البنات بالنسبه للدقيق انا درت جوج كيلو ديال الدقيق ودرت كيلو ديال جوج كيلو ديال الدقيق ديال الدار البنات هذاك العادي ما درتش الفرصه البنات ننصحكم ما ديروش الفرص ديروا الدقيق الحرش هذاك الدقيق الحرش اللي شاركت معكم البنات اللي كنعجن به الخبز ما درتش الفورص الفورص البنات كي كيجيبو رطب وما صحيش واللي عنده المعده واللي عنده المصارن غادي يضرو درت كيلو ديال جوج كيلو البنات ديال ديال الطحين وكيلو ديال الدقيق الكامل القمح الكامل البنات صافي و... وهذا هو. وحمرتهم البنات راك شفتوني حمرتهم غير في الفران ما كنحمرهم انا في الكوكوت ولا فوق البوطه حمرتهم غير في الفران دغيا دغيا ما تبقايش واقفه عليه دغيا دغيا كيتحمر في الفران صافي هنا جمعت الكوزينه الصباح ان شاء الله وغادي نشارك معكم صافي هنا غنقول لكم باي باي اختي ويوا الصباح ان شاء الله عاد غادي نرجع نصور معكم الطبيصيل المهم في الفيديو كنت كنقول لكم باي باي <applause> ماشي دابا في المونتاج وبالنسبه للقوامه <applause> البنات درت كيلو ونص ديال الجنجلان ودرت كيلو ديال اللوز ودرت كيلونس ديال الكاوكاو البلدي صافي البنات وجبت يلان رابعه نص كيلو ديال اليلان وجبت البنات رابعه ديال زريعه الكتان والقرفه آه القر آه وهذا وحبه حلاوه درت ديك زلافه صغيره البنات هكذا مع زلافه هكذا عندي ديك البيضه راك شفتوها راه كنت وريتها لكم وحكيت جوج كوزات وصافي وداك الروح ديال الروح هكذا ديال ديال الزهره البنات ايوا صافي المهم هذا هو الطريقه ديال السلو ديالي مقوم البنات على حقو طريقو شاركته معكم ونتمنى ان شاء الله يعجبكم البنات ايوا صافي هذا هو الطبيسي ديالي اختي هنا راه جمعت الكوزينه ودرت الغداء وفطرتهم ودرت الغداء وجمعت الكوزينه ايوا صافي وجففت الدار ما جاكش معكم الروتين ما لقيتش هكذا كيفاش نصور المهم هذا الروتين هاد هذا غير ديال نهار سلو أما اليوم ما صورتش معكم الروتين في الدار البنات يلا غنصايب الشباكيه ان شاء الله وصافي ونشاركو معكم حتى هي الشباكيه واخا كلشي جا متاخر البنات غير سمحوا سمحوا لي صافي المهم هادشي راه وجهت في الدقيقه 90 البنات المهم دغيا 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 راك شفتوني امتى تقديت شاركت معكم التقديه ايوا صافي ضليت مع النهار كامل وانا كنقي واحد النهار كامل وانا كنقي ولقيت شويه هكذا جنجلان هكذا شويه فيه تنقيه حبه حلوه فيهم التنقيه راكم عارفين ايوا صافي الله يعاون اي ام مغربيه الله يعاونها وفي هذه الاجواء ديال رمضان كنفرحوا وليداتنا بداكشي اللي كيبغيو وداكشي اللي كي صافي البنات كي قلت لكم اسمحوا لي قطعت معاكم يا اختي راجل كيعيط واخا اني جايه اني جايه صافي هذا هو هذا, وصل... هذا هو هذا ديالي شاركته معكم نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وقبلوا على هذا المونتاج فيه الصطاع وفيه التبرزيط وفيه الزربه زربه زربه زرب زرب هو كنقطع حتى معاهم ايوا اش غادي نديروا مهم صافي هنا كنردوا ان شاء الله هكذا ال... كنردوا هكذا ال... ديالو وصافي وغادي تشوفوا شحال خرج لي المهم لي هذا الصل هذا المهم على طلبت ما شريت عندي سطوله في, ف عندي في السطوله هكا كانوا خاويين كنت غسلتهم فاش خمت الكوزينه وواحد وجدته اكل سلو واحد وجدته ان شاء الله الشباكيه والله يجعل البركه اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال والله يسهل عليكم البنات والسلام عليكم نجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد ونتمنى ان شاء الله قبلوا عليا الغزالات وكملوا لي الفيديو الله يسهل امركم وشكرا لكم بزاف بزاف على الفيديو اللي قلتوا لي على الجوله ديال الدار الله يحفظكم يا ربي دا غادي نهضر معكم في الم... ان شاء الله في شي فيديو هكذا ونشكر البنات كاملين غير سمحوا لي دابا كنمونطي معكم زربانه وكنمونطي معكم ان شاء الله الوقت باش نحط لكم هكذا الفيديو الله يسهل امركم وصافي هذا دي الوسطيل ديالي اللي خرج ليا البنات اللهم اديم هانيه محفظه من الزوال الله يجعل البركه المهم البنات نديروا داكشي لوليداتنا ونفرحوا المهم نستل را البنات راه كبيره البنات راه هذا السطل هذا راه يعني شوفوا هنا كتمن 17 لتر المهم راه تبارك الله راه عامره البنات الله يجعل البركه ندوزوا به رمضان وداكشي اللي بقى راه ناكلوه الله يجعل البركه والله يخلف والله يخلف يا اختي على مول الدار الله يسهل عليه والله يعاونه والله يعاون اي اي ام واي زوج هكذا كيفرح وليداتو الله يعاونو يا ربي والله يسهل عليكم البنات ايوا صافي هنا راه كنقول لكم شوفوا السلوره تبارك الله انتم جا زوين كرمي فيه داك اللوز هكذا كنرمي فيه اللوز هكذا مهروش واللوز هكذا صاين البنات انتم الكشتي كيجي فيه داك اللوز هكا باين وداك الجنجلانة البنات اللي كنديرو في الزيت تا هو كيجي باين هنا راه هنا عرفتي بناتي راه لكم اول مره عرفتي راه ما من حدايا من الكوزينه خصوصا جانا اول مره تحضر ليا هكا كنخلط في السله عرفتي حماقت ليا على سلو البنات ايوا نتمنى ان شاء الله اختي يعجبك الفيديو وشكرا لكم بزاف البنات وديرو اختي اللايكات تعاونوا مع اختكم الله يسهل امركم شوفوا انتم ما كننساكمش في اي في اي فيديو البنات ما كننساكمش هكذا